تفكير خارج الصندوق في عالم الأولمبيات، ففي كتير مجال للإبداع، يعني واحد ممكن يحل المسألة بأي طريقة بده. أهلي ورفقاتي كتير حسوا أني أنا تغيرت للأحسن فضل الأولمبياد. الأولمبياد العلمي السوري هي فرصة لا تضيعوها، وهي تجربة ما رح تنسوها. إذا رغبت أن تكون جزءاً هاماً من عائلة الأولمبياد العلمي السوري، هيئة التميز والإبداع والأولمبياد العلمي السوري، بانتظارك في اختصاصات الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم الأحياء والمعلوماتية. يمكن للطلبة الحاصلين على مجموع 2800 علامة وما فوق بشهادة التعليم الأساسي للعام 2020 الدخول إلى منافسات الأولمبياد العلمي من خلال ملء الاستمارة الموجودة على صفحة هيئة التميز والإبداع www.facebook.com/dcc.sy وعلى موقع وزارة التربية وصفحتها عبر الفيسبوك. تجري المنافسات على مستوى المحافظات في شهري تشرين الأول وكانون الأول، وتنتهي بمنافسات على مستوى سوريا أثناء العطلة الانتصافية. أن تكون عضواً في الفرق الوطنية أو العالمية للأولمبياد العلمي السوري هو إظهار لتميزك وقدراتك، فالتميز مسؤولية، انت أبدأ.